مساء الخير. صانه ربه لمدى الأزمان هو لبنان، الطالع إلى صيفه مشوار يخترق النار، والمتأهب دوما حتى للسياحة الحربية، ولصيفه الاستثنائي هذا العام وقع التحدي وإبراز لائحة وردية في مواجهة ترسانة التخويف الإسرائيلية والتي أصبحت سلاحا يوميا. وإذ أعلن لبنان من بحر بيروت انطلاق موسمه السياحي، فقد نشر لمن يعنيهم الأمر أن مدنه قابلة للحياة واستقبال الوافدين بمن فيهم أولئك الذين سكنوا بيانات الهلع الصادرة عن السفارات. ومن بين المهلوعين نواب معارضون في لبنان رسموا اليوم الخط الأزرق بين المسارين اللبناني والفلسطيني، وطالبوا بإعلان حالة الطوارئ في الجنوب وتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور فيه، وبوضع حد للأعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة اللبنانية وأجهزتها التي تنطلق من الأراضي اللبنانية ومن أي جهة كان. وجددوا التأكيد على أهمية وضرورة تطبيق القرار 1701 من قبل الجهات كافة، وتطبيق قراري الشرعية الدولية 1559 و1680 وغيرها من المعاهدات الدولية ذات الصلة. ولم يكلف نواب المعارضة خاطرهم بإدانة إسرائيل وارتكاباتها وخرقها السيادة اللبنانية ورقص طائراتها يوميا فوق المناطق والمدن من الناقورة إلى النهر الكبير. وحتى عندما دعوا لبنان إلى الالتزام بالقرار 1701 لم يأتوا على ذكر إسرائيل المعنية بالالتزام من جهتها، إنما اكتفوا بعبارة من قبل الجهات كافة. وهذه الجهات المجهولة هي معلومة بأفعالها من جنوب لبنان إلى فلسطين التي تشهد اليوم على تطرف غير مسبوق، وصل إلى حد دعوة وزراء إلى تصفية الأسرى الفلسطينيين برصاص في الرأس. والحرب التي يخشاها البعض في لبنان بدد أسبابها الإسرائيليون أنفسهم من ضباط حرب ورؤساء حكومات سابقين، وقد انضم إليهم اليوم وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكن الذي قال أن لا أحد من اللاعبين الكبار في المنطقة يريد حربا، فلا إسرائيل وحزب الله ولبنان وإيران يريدون الحرب، والعابرون من سفن الحروب كانت سفينتهم على موانئ الجامعة العربية. ففي توضيح لقرار الجامعة كشف الأمين العام المساعد حسام زكي للجديد أنه في قمة جدة في أيار 2023 حصلت تعديلات على القرار الخاص بالتدخلات الإيرانية بالشؤون العربية، ومن ضمن التعديلات سقطت الإشارة إلى مسألة وصف حزب الله بالإرهابي. وقال عندما زال وصف حزب الله بالإرهابي قبل عام لم يعد هناك أي مانع من اللقاء، موضحا أن زيارته الأخيرة إلى لبنان كانت تضامنية خشية من توسع الحرب. وساهمت هذه التوضيحات أيضا بتعديل موقف الرئيس فؤاد السنيورة أو توضيحه، إذ قال للجديد إن حزب الله حزب لبناني ونحن كلبنانيين لا نميز بين جناحه السياسي والعسكري، موضحا أنه سأل فقط عن الهدف من هذه الهدايا المجانية. وفي سلسلة التوضيحات ذات الصلة بالإرهاب من الالتباس موقف من بكركي أورده عبر الجديد المسؤول الإعلامي وليد غياض، فكشف أن السفراء في لبنان وخارج لبنان طلبوا من البطريرك الماروني بشار الراعي بكل وضوح، لا بل بوقاحة، بأن يصف حزب الله بالإرهابي، وقد رفض الراعي هذا الأمر رفضا قاطعا، مؤكدا أن حزب الله مكون لبناني وليس إرهابيا أبدا، وأنا أرفض هذا الكلام ولا أقبل به أبدا. وقال غياض أن لا نية باستهداف حزب الله ولا بوصفه بالإرهابي، مؤكدا أن البطريرك الراعي لم يقصد حزب الله ولا المقاومة في الجنوب التي نقدر كل تضحياتها وما أنجزته من انتصارات كانت محقة، وتحية إلى كل الشهداء الذين يسقطون في الجنوب. اقتضت التوضيحات والتي سيبنى عليها اليوم التالي إذا ما انضم جنوب لبنان إلى المرحلة الثالثة من تجميد القتال في غزة.